أحمد فؤاد نجم، إمام عيسى مطلوبين لمقابلة السيد قائد المطار. قائد المطار رحنا، السلام عليكم. راجل قاعد في مكتب كده، قال مع الأسف الشديد أنا ببلغكم إن كنتم ممنوعين من السفر. فالملحق الثقافي الفرنسي كان موجود معانا، فراح متصل في فرنسا على طول وقال دول منعوهم من السفر. فمسكوا وزير الخارجية قالوا ازاي يعني احنا طالبين دول يجوا وانتوا حشوهم اللي منعتوه؟ فاتصل هنا بوزير الداخلية وقال له دول لازم يطلعوا. انا رحت ايه بقى، ماسك ورقه علب السجاير، رحت كاتب ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام. وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام. وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم نحبك اكتر من اللي فات. وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم نحبك اكتر من اللي فات. الجمهور من العرب من جميع نواحي فرنسا كانوا بيحضروا الأغاني دي، منهم أجانب، فطلبوا الأجانب الأغنية اللي اتقالت على الرئيس فرنسا بريز كردستان. الست بتاعه كمان هيجيب الديب من ديله ويشبع كل جعان، والفقر هياكلوا بطاطا ويمشوا بكل غلاطة، وبدل ما يتسموا شلاطة هيسموا عيالهم جان. 76 حصل بداية انفراجة في تفكير انه يبقى في تنظيمات اخرى غير التنظيم الوحيد اللي هو الاتحاد الاشتراكي، برؤية السادات انه يمين ويسار ووسط، وهو اللي يعين رؤساء المنابر الثلاثة. انما 76 شهدت اهم واخر انتخابات شهدت حرية في مصر. أثناء الانتخابات إحنا لفينا مصر، أنا وعد فخري، في الدوائر كلها اللي فيها مرشحين لحزب التجمع، ورحنا الجامعات والحاجات دي، ودي خلقت حالة فنية حتى عندنا بدأت تدفعنا للكتابة على طول عشان نواكب الحاجات دي. إخراج جميع الشعر، إخراج القصايد، إخراج جميع الأغنيات الكذابين، إخراج لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الجهاب المأزورين. اخرس جميع الشعر، اخرس القصايد، اخرس جميع الامنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأزورين. 77 حصل فيها تغيير مهم جدا، ملايين الناس في الشارع. الحكومة قدرت ان هم 6 مليون، وده رقم كبير جدا انهم ينزلوا في مظاهرات، برغم انهم احتجوا على رفع الاسعار والاسعار اتلغت، لكن المظاهرات استمرت. لقيت بقى في واد اسمه علي بتاع 13 سنه، قال ايه هو مش عايزها بلد سياحيه، دي احنا سيحناها له. الامدان متكسره في البتاع، مش انا سايح فعلا، وندور على ما فيش حكومه، والناس ده راحوا دخلوا اسم الضرب الاحمر، خدوا السلاح وخلعوا بيه، والرئيس السادات استخبى في الدواسه بتاعت عربيه الاسعاف وهو جاي من اسوان. انا ساعت قبض عليا بقى وقعدت 3 شهور في القضيه، لكن عدلي فخري بعديها فكر انه يسافر، فسافر، عاش فتره سنه او سنتين في اليمن الجنوبي في عدن، وبعديها راح بيروت، وبعديها